لطالما كانت ولا زالت دولة الإمارات العربية المتحدة مصدر إلهام في الأعمال الإنسانية والإغاثية. ويسجل تاريخ الإنسانية للإمارات العديد من المبادرات التاريخية والمواقف الإنسانية التي أسهمت في نشر ثقافة التسامح والسلام في العالم. العطاء والكرم من سمات دولة الإمارات العربية المتحدة، وإرث إنساني رسخ دعائمه المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وسار على نهجه أبناء الإمارات قيادة وشعبا. فما كانت مبادرة المليار وجبة التي أطلقها نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مطلع الشهر الفضيل بهدف توفير الدعم الغذائي للفقراء والمحتاجين وخاصة الفئات الضعيفة حول العالم، والتي جاءت استكمالا لقصة نجاح حملة 100 مليون وجبة العام الماضي، سوى غيظ من فيض يد الخير الإماراتية. وعلى قيم الخير والعطاء أنشأت دولة الإمارات في العام 2020 مدينة الإنسانية بأمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، واستقبلت في بدايتها رعايا العديد من الدول بعد إجلائهم خلال تفشي جائحة فيروس كورونا. واليوم نحتفل معا بتوقيع وثيقة الأخوة الإنسانية التي نسعد أن تكون دولة الإمارات حاضنة لها. ومن أرض السلام بزغ نور وثيقة الإنسانية في العام 2019 لتكون وثيقة تجمع الأديان والأعراق في كافة دول العالم، بعد أن وقعها في أبوظبي قداسة البابا فرانسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، ليأتي بعد ذلك اعتمادها من الجمعية العامة للأمم المتحدة وبالإجماع اليوم الدولي للأخوة الإنسانية ابتداء من 4 فبراير عام 2021. وقد جعل الشيخ زايد رحمه الله من مقولته التاريخية: إننا نؤمن بأن خير الثروة التي حبان الله بها يجب أن يعم أصدقاءنا وأشقاءنا، عملا يطبق ونهجا يحتذى في المبادرة والعطاء، ترسيخا للهوية الإماراتية القانعة بنشر الابتسامة وإغاثة الملهوف وحب الخير.